تقريب كاين 60 مشاركات ومشاركين، خاطر في هذه الطبعة حبينا نخدموا كما نقولوا المراجل إبداعة المرأة للمرأة ومن المرأة، معناتها الرجل حتى يقدر يبدع المرأة. كاين المتاحف الوطنية اللي تدافع على التراث كذلك موجودة معنا، حرفيين موجودين كذلك من كل نواحي البلاد، وهذا هو الشيء اللي يبرز هذه الطبعة. كاين معرض أكاديمي، كاين معرض المصممين أزياء، في ظل هذا المهرجان كاين كذلك ندوات ومحاضرات اللي يقوموا هنا باش يقدموا كيفاش أصل اللباس الجزائري، كيفاش يدافعوا عليه، كيفاش يقوم تصنيف اللباس عن طريق اليونسكو. الو، هي بالجزائري باللغه العربيه وبي جزائري بالانجليزيه من الفعل تو بي، فوالا. هذه باش نقدروا نصنفوا ولابيليز كما قلنا الحرفيين اللي استعملوا المواد الجزائريه 100%، صنع 100% جزائري، يدافع عن التراث ويستعملوا الصناعه كل شيء، كل كما نقولوا المواد الاوليه جزائريه، وتكون منصه رقميه العباد بعد يقدروا يشوفوها، إذا يحوسوا على أي حرفي يقدروا يلقاو في هذه المنصة الرقمية. لازم نرجعوا الجذور باش نقدروا ندافع على هوية، وباش ندافع على هوية الجزائرية وخاصة اللباس والحلي لازم يكون عندنا أسلحة لازمة علمية باش نقدروا نقولوا بهذا مثلا أي لباس جزائري 100%. خصصنا طبق بالطبع أكاديمي لهذه الطبعة، معناتها الطبع الأكاديمي باش نبينوا نبرزوا تاريخ اللباس الجزائري عبر العصور، ومعناتها نتحدوا على التاريخ باش نقدروا ندافعوا على اللباس الجزائري.